ونتابع أيضا على الهواء مباشرة الآن مع مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب والمتواجد في محيط السفارة الأمريكية الآن. أحمد، يعني بعد التحية، مزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات بعد وصولك بالفعل إلى محيط منطقة السفارة الأمريكية بمنطقة عوقر. نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل نحن الآن أمام المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوقر في محافظة جبل لبنان. هي تقع على مسافة من العاصمة اللبنانية بيروت. هناك انتشار أمني مكثف كما ترى الآن، قوات الجيش منتشرة في كل مكان، وهناك أيضا تعزيزات أمنية وصلت قبل قليل إلى محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوقر. كما ترى الآن هناك تعزيزات وهناك وصول لعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية إلى مقر السفارة من أجل الوصول والوقوف على ملابسات الحادث. المعلومات كما ذكرنا من قبل أن ربما هناك مسلح قام بإطلاق النيران على مقر السفارة الأمريكية في عوقر، فرد الجيش اللبناني أو قام الجيش اللبناني وعناصر منه بالتعامل مع مصدر إطلاق النيران، مما أدى إلى إصابة المسلح مطلق النيران على السفارة الأمريكية، وربما هناك إصابات بالغة في لدى مطلق النيران، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من هذا المكان الذي نقف فيه الآن. وقامت قوات الجيش بفرض طوق أمني شامل على محيط السفارة الأمريكية وكافة المداخل المؤدية إلى هذه المنطقة، وخصوصا أنها تقع بالقرب من الطريق الساحلي في هذا الاتجاه، والسفارة في هذا الاتجاه على تبة عالية مرتفعة نسبيا عن منسوب البحر، وبالتالي كافة الطرق الآن مغلقة في اتجاه السفارة الأمريكية. البيان الأولي للجيش اللبناني تحدث عن أن مطلق النار هو شخص واحد فقط، ثم أصدر بيان لاحق وقال أن هناك كردون أمني وهناك انتشار أمني وتفتيش في كافة المناطق المحيطة بمقر السفارة الأمريكية من أجل البحث عن ربما أشخاص آخرين ساعدوا مطلق النيران في الوصول إلى هذا المكان، وخصوصا أن الوصول إلى هذا المكان ليست عملية سهلة. كما ترى الجيش اللبناني منتشر على مداخل كافة المداخل المؤدية إلى السفارة الأمريكية، وربما هناك استنفار زائد في هذه في هذا المكان. يعني أحمد، يعني اللقطات التي نراها الآن أو المشاهد التي نراها الآن من خلفك لانتشار يعني أفراد من الجيش اللبناني والكردون الأمني، يعني هل هو ذلك هو الموجود بطبيعة الحال، أم هذه هي تعزيزات لما حد أو لما بعد الحادث؟ ربما وصول الجيش إلى هذه النقطة هو تعزيز إضافي بسبب الأوضاع أو بسبب الحادث الذي وقع صباح اليوم، ولكن المعتاد أن الجيش اللبناني يقيم نقاط ثابتة على مسافة أبعد من هذه المسافة بقليل، وهي أقرب إلى السفارة الأمريكية، فالوصول إلى هذه النقطة ووصول مطلق النيران إلى القرب من السفارة الأمريكية بهذا الشكل لم يكن أمرا يسيرا، فبالتالي هناك تفتيش كبير في كافة الأنحاء المحيطة بالمنطقة، وهناك إغلاق للشارع الرئيسية المحيطة بالسفارة الأمريكية، ومنع مرور السيارات ومنع المارة أيضا من الدخول إلى هذه المنطقة، حتى نحن وسائل الإعلام منعنا الوصول إلى هذه المنطقة. كما ترى وتسمع الآن هناك وصول لقيادات أو لمسؤولين إلى مقر السفارة الأمريكية في عوقر، وبالتالي نعم أحمد، يعني نعم، فنرى أن الاستنفار هو يطالبنا بالابتعاد عن هذه المنطقة أيضا، فيبدو أن الكردون سيتم توسيعه أو منع دخول أي من السيارات باستثناء طبعا سيارات المسؤولين. على المستوى الأمني هناك عمليات الانتشار والتفتيش لا تزال مستمرة في كافة المناطق المحيطة بمقر السفارة. هناك معلومات، كنا نتحدث مع أحد المحيطين بهذا الموقع وقال إن مطلق النيران ربما كان مجهز بشكل كامل، كان مسلح بشكل كامل، ليس فقط بالسلاح ولكن في الرداء الذي كان يرتديه، الأسلحة وأيضا خزائن الذخيرة التي كانت متواجدة معه، فبالتالي كان هناك تجهيز. هناك بعض يعني هل هذا التجهيز يصل إلى مرحلة أنه كان يرتدي سترة يعني واقية للرصاص
وهل بالفعل كان مجهز بالأسلحة الخفيفة أم هو كان سلاح فردي خفيف هو الذي استخدمه في هذا الحادث؟ لم يكن سلاحا فرديا، كان سلاح حربي وكان مجهز، وكان يبدو أن هذا الحادث كان قد سبق التخطيط له في وقت سابق، وبالتالي هناك أقاويل أو هناك اتجاه، لا نريد أن نستبق نتائج التحقيقات، ولكن أيضا لتكون المعلومة أو ما سمعناه من هذا الشأن أنه ربما يكون له انتماء لإحدى الفصائل التكفيرية الموجودة على الأراضي اللبنانية، هذا ما يتم تداوله، ولكن لم تسفر أو لم تنتج عنه نتائج التحقيقات. كل هذه الأمور أمام الجيش اللبناني وأمام جهات التحقيق في الدولة اللبنانية، لأن بعض شهود العيان قالوا إن البدلة التي كان يرتديها والعتاد العسكري الذي كان علامات لإحدى الفصائل المسلحة أو إحدى التنظيمات الإرهابية المسلحة والتي تحظرها الدولة اللبنانية. فبالتالي كل هذه الأمور أمام جهات التحقيق، وكنا قد تحدثنا أن الحدث إما جنائي وإما خلفية سياسية، ولكن يبدو أن العنصر الجنائي أو الفرضية الجنائية هي مستبعدة في هذا التوقيت، والتحقيقات تسير كلها خلف أن هذا الحدث وراءه عمل سياسي أو عمل بالتأكيد تعرضت له. سنتابع معك أحمد كل ما هو جديد. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من محيط السفارة الأمريكية في لبنان، شكرا جزيلا لك.